طبعا هذا كل من خيرات الله وخيرات سمو الشيخ خليفة رئيس الدولة طول الله عمره. الحمد لله بنشوفش إن شاء الله عن قريب فيلم يخص البيئة يعتني بمشاكل البيئة ومواضيع البيئة إن شاء الله. نحن أنا خبروني عن هذا فإن شاء الله جالسين نلم بعض المواضيع لأن البيئة أنت كثيرة، فشو الشيء اللي تبغين تقدمينه شيء يستفيد منه المشاهد ويشوفه بس هذا. مشاهدينا معنا الناقد السينمائي الكبير سمير فريد، نرحب فيه في ابو ظبي وفي مهرجان اكيد الافلام البيئه. خبرنا استاذي برايك شبابنا في هذا الوقت بحاجه لهذه النوعيه من الافلام؟ احنا شبابنا وشيوخنا وفي الامارات وفي الكره الارضيه كلها، احنا في يعني العالم مهدد قريبا جدا يعني او بك بك يعني بكوارث كبيره جدا تصل إلى مرحلة إنهاء الحياة على الأرض بسبب التدخل في الطبيعة والعدوان على الطبيعة والتلوث البيئة، فالمسألة جدية جدا جدا يعني، ومع ذلك هي يعني لا تحتل أهمية في العالم أكثر من 2% أو 5% من إنتاج السينمائي في العالم كله. فوجود مهرجان سينمائي، وطبعا في مهرجانات للبيئة في أمريكا وفي أوروبا من زمان من 20 سنة أو كده، هو الأول في الشرق الأوسط اليوم. بالضبط، هو الأول في الشرق الأوسط في أبو ظبي، وبالتالي من يعني له ما بيحققش بس المتعة الفنية، المتعة والفائدة ونشر الوعي بهذه المشاكل الكبيرة. فالمهرجان جدي جدا، بس لازم يكون جدي جدا وممتع جدا. بالضبط بالضبط. في المقابل هذه النوعية من الأفلام تحتاج ميزانيات كبيرة للوضوح والتوعية يعني الكاملة تكون، هل ممكن إيرادات هذه الأفلام تسد إنتاجيا؟ لا طبعا هي محتاجة تكون مدعومة على الأقل في المنطقة بتاعتنا، لكن هي الأفلام لازم يا إما تكون مدعومة من جهات حكومية أو جهات غير حكومية ولكنها تهتم بقضية البيئة، لأنه من الصعب الأفلام دي يبقى لها جمهور زي جمهور الأفلام الأخرى العادية. وعشان كده المهرجان البيئة في أبو ظبي هو أول مهرجان في العالم العربي كله في الشرق الأوسط مفتوح مجانا، مفيش فيه تذاكر، مفيش بيع تذاكر، لكن لتنظيم الأمور يعني في دعوات خاصة عشان تنظيم الدخول يعني. خبرنا وجودك في أبو ظبي وفي المهرجان تحديدا وهو الدورة الأولى له، شو رأيك فيه؟ أنا طبعا دايما موجود في دولة الإمارات وفي أغلب مهرجاناتها، ومع الدورة الأولى لمهرجان أبو ظبي الدولي السينمائي كنت أيضا حاضر. طبعا الفكرة الحقيقة أن يقام مهرجان عن البيئة في ظل عايز أقول المخاطر اللي بتهدد بكوارث للكون كله مش لبلد، الكون كله فيما يتعلق بالبيئة الكون كله في خطر. يعني إذا كنا مثلا من 60 سنة ولا أكثر في الحرب العالمية الثانية كان في الخوف من القنبلة النووية، عايز أقول لك قنبلة الانفجار المناخي أشد خطورة من القنبلة النووية اللي خوفت العالم وراح ضحاياها ملايين في الأربعينيات. فطبعا في مهم قوي إنه السينما كمان تلعب دور، ومهم قوي إنه داخل في مهرجان أبو ظبي للبيئة ودولة الإمارات أن يكون انطلاق أول مهرجان في الشرق الأوسط من هنا. خبرينا كم من موقعك ممكن أو من خلال رأيك في السينما أن ممكن هي تفيد البيئة؟ شوفي السينما إشي جديد كتير بقطاع البيئة، وإشي كتير مهم إنه نقدر نوصل المعلومة للمجتمع المحلي. هذا إشي كتير مهم لأنه 3/4 الأشياء اللي نحن بنعملها ما بتوصل المجتمع المحلي أو بنعملها من دون ما نسألهم، فهذا إشي بيساعد على تغيير سلوكيات المجتمع المحلي بأشياء بيئية طبعا، للطاقة، للمياه، لتوفير المياه وغيره. خبرني عن وجودك، مدى أهمية وجودك في هذه المهرجان اليوم. مهرجان البيئة في أبوظبي الأول مهرجان مهم يستمد أهميته من أهمية البيئة، ولا أظن أن اثنين يختلفوا على أن الإنسان مستقبله وحياته ورفاهيته مرتبطة بالبيئة، فلذلك هذا التركيز على أفلام البيئة هو جهد له قيمة كبيرة وفائدة كبيرة. نحن نعتز بأننا شركاء
في تنظيم هذا المؤتمر شركاء مهنيين وفنيين. بالإضافة إلى ذلك لنا صباحا غدا مداخلة سنقدم فيها نطرح فيها إطلاق مشروع لجمعية لحماية حقوق الفنانين العرب. وجودك لازم نسأل سؤال وايد مهم عن الإشاعات اللي قاعدة تستوي في البلاد، احتمال زلزال فعلا ممكن يصيبنا في الأسبوع المقبل؟ لا طبعا، يعني بالنسبة للزلازل لا يمكن التنبؤ بها، ولكن منظومتنا نحن في دولة الإمارات عندنا من أحدث المنظومات العالمية اللي موجودة، عندنا أجهزة تقيس تأثير الزلازل على المباني، ونحن وتواصلنا مع المؤسسات الحكومية مثل الأزمات والطوارئ الحمد لله الأمور كلها طيبة وبخير إن شاء الله. يعني نقدر نقول إن هذه شائعة؟ نعم شائعة، ولا يمكن تنبؤ بها، من أكبر المؤسسات العالمية لا يمكن تنبؤ بالزلازل. بنصير الحين لحفل افتتاح مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة مع الكلمات الافتتاح للمهرجان ولوحة موسيقية للفنان نصير شمة. ها هي أبوظبي من جديد تكون على الوعد وتواصل مسيرة عملها في المجال البيئي. قصة البيئة في أبوظبي وفي دولة الإمارات بدأت منذ سنوات طويلة، قصة بدأت في كتابتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، علمنا أن البيئة هي أهم ما نستطيع أو أهم ما يجب أن نحافظ عليه في حياتنا. وبدأت حقيقة واستمرت قصص النجاح وقصص الانتماء لهذه الأرض وحماية من عليها وما عليها من كائنات ومن نباتات وكل ما تحتويه. واليوم نأتي لنحقق ونواصل ربما حلقة جديدة من حلقات النجاح في هذا الإطار، وذلك من خلال إيجاد مهرجان للأفلام البيئية. ربما هذا الحلم الصعب المنال الذي فكرنا فيه طويلا وربما ترددنا هل ينجح هذا الحلم أم لا، لكن اليوم نحن معكم وأنتم بيننا نحتفل بانطلاق مهرجان أبوظبي الدولي الأول لأفلام البيئة. لقد تم اختيار 50 فيلما من ضمن مجموعة تحتوي على أكثر من 170 فيلم تقدمت لمهرجان أبوظبي، وهذه الأفلام سوف تعرض خلال الأيام المقبلة في المهرجان. وهذه الأفلام حقيقة وصلتنا من 32 دولة، وهذا الرقم حقيقة يعتبر في السنة الأولى لأي مهرجان رقم يعني مشجع ويدعونا للتفاؤل. إنه لشرف عظيم أن أقف بينكم اليوم
محتفيا ومحتفلا بحدث تاريخي سوف يسجله التاريخ كأحد أهم الإنجازات التي تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص أمارة أبوظبي. وتأتي هذه المبادرة كإحدى المبادرات التي نطلقها معا من أجل مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا. الأفلام تتحدث لكل الناس وبكل اللغات، وحتى تلك الأفلام الصامتة لها تأثير وقدرة على ترجمة الرسائل البيئية إلى ألوان وأشكال وأصوات تدغدغ الحس الإنساني في الحاضر وفي المستقبل. شكراً أبو ظبي، وشكراً ميديا لاب، وشكراً الشكر الأول لسمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان على هذه المبادرة الرائدة، وشكراً لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.